الفيديوهات الترندنج على انستغرام النهارده كلها كره قدم، وده منطقي طبعا مع نهايه معظم الدوريات الاوروبيه. واول فيديو معانا للحارس الايطالي المخضرم جان لويجي بوفون اللي وجه رساله لفيليب لام الظهير الايمن لنادي بايرن ميونخ اللي قرر اعتزاله خلاص بعد انتهاء هذا الموسم. بوفون بيشكره على المده اللي قضاها في الملعب وبيتمنى له التوفيق والحظ في مسيرته القادمه. Dear Philip, I heard that after winning every kind of trophy in your career, you decided to stop. Well, what I want to tell you is that for me, it's been a big honor to play against you, because every time you were very determined, but also very fair. Good luck for the future, in football or any other field of your life. Ciao, ciao, da Gigi.